احنا واش نطلبوا؟ احنا احنا جيت مو بغيت هذه هذه بغينا نطلبوا من الوزاره على الاقل على المشروعات الجمعيه يعني جمعيه عامه فلوس اعتبار حتى باش ياخذوها بعين الاعتبار تاع موسى مصاور على الاتحاديه واعضائها. دونك حنا خرجنا سانك هزينا له الروج في تاريخ الاتحاديه في تاريخ الاتحاد. انا بصح دخل جديد انا جديد انا دخلت هما ما همش نعرف مش ما يكونوا فهمني اول مره في التاريخ جميع صرات جميع العامه دارت في 8 دارت في 8 مارس شو حاجه ما صراتش كشغل ما صرا والو في الاتحاديه الى ما كان غير انا اللي نهضر ونعيط لك الاخر لي فيديو تاعي انا هضرت بليز حركوا لي مومبر 19 الجمعيه العامه هذه اللي لاحظنا فيها يعني عدة نقائص وعدة تجاوزات، ولكن يعني احنا ما زلنا نقولوا درك على الاتحادية هذه يعني كانت تشتغل بدون اعتماد، يعني هذا هو الإشكال اللي كان فيه. يعني احنا الكلام هذا منبثق من الجمعية العامة، ما لقيناهش برا والله سمعناها برك، يعني من الجمعية العامة هي السيدة لو بريزيدون دو ديريكتوار وبحضور يعني ممثل الوزارة يقول لك احنا ما عندناش حتى ورقة أرشيف تقول باللي من 2019 كاينة اتحادية. رغم إقصاء رئيس الاتحادية والمكتب التنفيذي من طرف وزارة الشباب والرياضة بسوء التسيير، يعني وكانت أثناء الجمعية العامة كانت المصادقة تاع لي بيلون مورال اي لي بيلون فينونسي، رغم يعني التدخلات تاعنا باش يعني نوصلوا الميساج لأعضاء الجمعية العامة، ولكن لا حياة لمن تنادي. يعني احنا وجدنا باللي الناس جاوا انيكمون باش يادوبتيو لو بيلون مورال اي لو بيلون فينونسي.